هربت؟ كيف قدرت تهرب؟ بريدفي وديب فهموني شو هالمسخرة؟ مامجي أكيد ما بيكونوا بعادوا كتير. امشي بريدفي. شواني سمعني كتير منيح، خد فيكو وهربوا. من وين بس؟ بدي اياكم تهربوا من هون. ايه هلا هن رح يلحقوني لالي، وممكن يوصلوا باي لحظه ويمسكونا، لهيك روحوا من هون بسرعه وانا رح الهيهم عنكم وما رح يقدروا يوصلوا لكم بالمره. دير بالك على فيكو. شواني يلا روحوا. ترى ليش ما حدا عم يلحقني لإلي؟ لا مو معقول، معقول يكون هنا مسكوا الأولاد؟ لا انتو شو لساتكن عم تعملوا هون؟ بريدفي انا شو قلت لك؟ ابعت رجالك يتوزعوا بكل محل. انتو روحوا لهنيك ودوروا، اكيد ما بيكونوا لحقوا يبعدوا كتير. ليكو أنا بعرف هلأ أنكم متخبيين وراي، طلعوا بسرعة من هون وهربوا على الغابة، رح تلاقوا محلات هنيك تتخبوا. لا تخافوا يلا طلعوا، ما رح أعملكم أي شيء، روحوا من هون. معك وساعدك، رح ساعدك لحتى تقدري تنقذي ابن أخوك. للأسف تارا لعبت فيني مثل الطابة لحد هلأ، بس أنا ما رح أقبل خليك تصيري لعبتها كمان. لكانت شواني هو الجاسوس تبع آروهي، كان عم يخبرها كل شيء ونحن ما كنا حاسين بالمرة. شو نساوي هلا؟ أول شي خليهم يرجعوا لوعيهم وبعدين منشوف. ديب يا
مرحبا. صباح الخير. مين انتو؟ وليش ربطتونا وجبتونا لهون؟ بسبب هداك الولد. شو كان اسمه؟ فيكو؟ اللي وينه الولد؟ وانتو ليش بدكم تعرفوا وينه الولد؟ عند مين بتشتغلوا انتو؟ المعلم بده يعرف وينه الولد. الفكرة انه هاي البنت بتكون عدوة المعلم، ولهذا السبب المعلم بده يقتل البنت وهداك الولد كمان. يلا بسرعة قولوا لي وينه الولد. ومين هو معلمك؟ معلمي بده الولد والبنت كمان. اها، لكان راما رايتشاند اللي بعتتكن لهون. لا مامي جي ما بتعمل هيك شيء. هات لشوف قلي مين غير اديب، مين بده يقتلني ويقتل فيكو؟ في عندك جواب تاني؟ خلصي خلصوا اتنيناتكن، وينه الولد احكي. يا بطل وقف عندك ولا حركة. تأثرت كتير بعد ما شفت اسوارتها لبنتك. هاد انت يلي كان في علاقة بينه وبين ماما. انت الرجال يلي استغليتها لأمي، ما رح خليك تعيش ولا لحظة. وقف شو هالمسخرة اللي عم تعملها. حاطت هالفكرة ببالك انه انا ابوها لفيديكا؟ ما ورجيتني غير الاسوار وقاعد عم تتهمني؟ هالقليلة لا تنسى انه انا اللي ربيتك واعتبرتك مثل ابني. ماشي، انت هلأ فيك تنكر هالشي قد ما بدك بريد فيه، بس الحقيقة ما بتتخبى لوقت طويل. انا ما لقيت جثة بالارض، بس انا متأكد انه كان في حدا مدفون بهديك الحفرة وشالوا الجثة من هنيك قبل ما انا اقدر اوصلها. بيقولوا انه المجرم دايماً بيغلط وبيترك وراه دليل إدانته. لقيت هالسوارة ولقيت خصل شعر معها كمان، ورح نعرف عن قريب كتير مين بيكون صاحبهم. وانت جهز حالك لفحص الدي ان اي بريد في. إذا هالشي رح يخليك تنسى هوسك ماشي، أنا جاهز. لا لا مستحيل مستحيل القدر يكون قاسي ليحرم أب من بنته الوحيدة. بس هي اسوارتها لفيديكا، وإذا فيرات لقى خصلت شعر معناها أنا ما رح قلك، وإلا لروما أنا ما رح تعرف وينه فيكو طول ما هي عايشة. لك أنتو ما عندكن فكرة أبداً قديش هي الغلطة اللي عم تغلطوها كبيرة. ما بتعرفوا مين أنا، بس ما رح أرحمكن بنوب. يا بطل نحن منعرف كل شيء. انت ديب راس سينك، انت اللي مخبيه للولد. يلا بسرعه قلي وينه الولد، والا رح اقتلكم اثنيناتكم. رح اعطيكم بس 5 دقائق، فكروا شو رح تعملوا. يلا ما عم بقدر صدق مامي جي ممكن تعمل هيك شيء. شوفي اسمعيني روما، فيرات لقى حفرة بالغابة وكان مدفون فيها جثة. جثة مين؟ هذا اللي بدي أعرفه، لأنه قبل ما يوصل فيرات لهنيك حدا نبش الجثة وشالها من محلها. هاد فيرات جن على الآخر، ما حدا بيعرف بشو بيكون عم بفكر وشو عم بخطط. هون بيتها لبنتي عم ينخرب وابنها مات، وهي وديب مانن مبسوطين بالمرة كمان، وانت لساتك متمسك بالسيرة القديمة يا بريد في. ما عم اتمسك بشي، ما عم اتمسك بسيرة قديمة، أنا متمسك بقصة بنتي. إذا الحكي اللي قاله فيرات طلع صح، وقتها بيكون في حدا قاتل لفيديكا. بريد في أنت لا ترد على حكي فيرات، هو مصر إنه يثبت وجهة نظره، هو غلطان ولهيك عم بألف هاي القصة. صدقني مثل ما عم قلك، إذا بتريد خلينا نخلص من قصة أروهي، وبعدين أنا بنفسي رح دور على فيديكا ورح أرجع أجمعك مع بنتك. ماشي؟ رح كون تأخرت كتير لوقتها، لأنه فيرات لقى أسوارة وخصلت شعر بهديك الحفرة، وكمان قال لي انه بده يعمل لي فيها فحص دي ان ايه. دي ان ايه؟ وراح تبين الحقيقه بعد هذا الفحص. بس خلينا هلا نفكر باكبر اعدائنا اللي هي اروهي، واللي صعبت حياتنا كثير، لانه انا ما عاد فيني اتحمل اكثر من هيك. انا متضايقه كثير اليوم ديب، انت كرست حياتك كلها كرمالها لروما، واعتبرتها مثل امك. وليك هي شو عم تعمل فيك؟ مربوط مثل شي مجرم،
الأمهات ما بيكونوا هيك ديب. هلا ما في فرق بيني وبينك بالنسبة لروما، هنن عم يعملونا مثل الأعداء، ولهذا السبب نحن هلا مربوطين بهي السلاسل ديب. على القليلة فتح عيونك. ليش ساكت هيك؟ جاوبني. كل شيء موجود بقلبك قوله يلا وارتاح. ما في عندي شيء بقلبي وماني ناوي اقول لك ولا اي كلمه. انت عم تكذب علي ديب. اذا عن جد ما في شيء بقلبك لكان ليش ساعدت شواني وفيكو لحتى يهربوا؟ في عندك سبب تاني؟ ايه عندي، لانه انت على طول بتفهمي كل شيء بشكل غلط. خليتهم يهربوا لاني انا ما بقدر اشوف اولاد عم تموت، وما في اي سبب تاني. في سبب تاني ديب، لانه فيكو بيكون ابن اخي الي، وانت ما بتقدر تشوفني زعلانه مو هيك؟ شو صار؟ انتو قررتوا تخبرونا ولا شو؟ اسمعوني، انا مستعدة اموت بس مستحيل الكن وينو فيكو. هي ما رح تجاوب هيك، خلينا نعذبها شوي ورح تحكي لنا كل شي لحالها. قولي وين خبيتيه للولد؟ اتركوها وبعدوا عنا. احكي يلا. هي يا بطل رجع وقف محلك وعالسكت. احكي. هي هات الكماشة. لا 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 ضفيرة. فرق كتير كبير بين انك تستجوب وبين انك تكون وحش. هي خراس. أروهي بس ترجع لوعيها بنرجع منكمل. يلا أروهي، إذا بتريدي فتحي عيونك أروهي. اللي شوفي ديب، أنت ليش خايف علي كل هالقد؟ أنا ماني بحاجة لحتى تتعاطف معي. هذا اللي أنت بدك تعرفي؟ تعرفي الحقيقة؟ تعرفي شو موجود بقلبي؟ بدك تعرفي ليش عم كذب على روحي؟ اسمعي، أنا بعرف إنه اللي عم تعمله مامي جي مانو صح، بس قليلي مين اللي جبرها أنها تعمل كل هذا الشيء؟ أنت أروهي، أنا قلت لك من قبل روحي واختفي من هون، عطيتك الفرصة بس ما قبلتي وضليتك عم تعاندي. رغبتك بالانتقام خلتك تصيري عمياء وما عاد فهمتي شي تاني أروهي. أنت السبب بكل شي عم يصير. وشغلة تانية، إذا أنت والولد بخطر اليوم فهذا كله بسببك أنت. يعني قصدك تقول هلأ أنه كل شي صاير فيني وحتى كمان كل شي صار مع عائلتي أنا المسؤولة عنه؟ أنت الصح وأنا طلعت الغلطانة؟ لكان ليش ما بتنتهي هاي اللعبة فرد مرة ديب؟ ليش بتضل عم تنقذني كل مرة؟ ليش رحت وتركتني بعد ما قوصتني برجلي هداك اليوم؟ ليش ما قوصتني بصدري مثلاً؟ ليش أنقذت فيكو؟ أنت لساتك بتحبني لإلي كتير؟ أروهي أنت ليش ما بدك تفهمي أنه أنا ما بحبك؟ أنا عطيتك فرصة مو أكتر، بس لأني إنسان وماني وحش ومن واجبي أني أعيش كرمال عيلتي، كنت ورح ضلني هيك. يا ريت لو بقدر أعمل هيك شيء، يا ريت فيني روح من هون وما أرجع أبداً، بس ما فيني أعمل هيك شيء بالمرة. حتى لو حبك إلي كان كله كذب بس ما خلاني روح وأتركك. شو؟ أنتوا جاهزين لحتى تقولوا الحقيقة؟ ماشي، لكان هالمرة صار دور البطل، رح نضل نضربه ونعمل فيه العمايل لحتى تطلع منه الحقيقة لحالة آخر شيء. ديب ما بيعرف أي شيء عن فيكو، إذا بتريد لا تعملوا في شيء. عم تتصرف مثل الأبطال، أنا اليوم رح ورجيك شو رح أعمل فيك. المدام دفعت لي مصاري كتير كرمال أضربك. أحكي يلا. إذا بتريد أنا بترجاك لا تضرب على ديب، بترجاك. خلاصي ديب. ديب.
انتو معكم نص ساعة، قولوا من الآخر وين خبيتوا للولد، وإلا أنا رح أدفنكم تنيناتكم بأرضكم. ديب يلا ديب ديب طلع فيني، ديب جيبولي مي بسرعة، بدي مي. ديب ديب في بترجاك، إذا بتريد فتح عيونك، فتح عيونك لو سمحت. خدي ديب كليلك شي لمي قبل ما تموتي. ديب يلا بترجاك، فتح عيونك. ديب في يلا. أنت منيح صح؟ مانك أكل شي بالمرة، كلك لقمة. أنا آسفة. تتصرف مثل الأبطال؟ أنا اليوم رح ورجيك شو رح أعمل فيك. خدي افتحي القفل وروحي لمكان بعيد وما عاد ترجعي. بلشي حياة جديدة مع ابن أخوكي أروهي بمحل ما يكون إلي وجود فيه. خدي يلا افتحي. ما رح روح بدونك أنا ديب، أنت رح تجي معي كمان. خلصنا وبلجنانك أروهي، أنا ما رح أقدر روح معك لأي محل، عم تفهمي؟ بس أنا ما رح روح وأتركك لحالك ديب، وين ما بروح رح تكون معي صدقني. ديب أنا بعرف إنك بتحبني كتير، خلص بكفي بقى، ما فيني بعد عنك بالمرة. يلا أروح يا ربي من هون. وقفوا يلا. أنا رح روح لمحل بعيد كتير ديب، بس ما رح أتركك لحالك، رح تجي معي مو هيك؟ وينهم؟ لوين راحوا؟ دور هنيك يلا ورجني. شو رح تعمل إذا ضليت لحالك هون ديب؟ يعني بدك تضل مع هديك المرة؟ ما حدا بيعرف كم جريمة ارتكبت كرمالها، بس هي تركتك هيك وكأنه ما في أي علاقة بيناتكم. صدقني رح تختنق وتموت هون ديب لحالك. شوفن هون. شو انت رح تجي معي ولا لا؟ يا عيني هاي طريقة المدام أروهي لحتى تدلنا على الطريق، معناتها بدنا نلحقهم. يلا يلا يلا. مبين عليك من تصرفاتك وطريقة اهتمامك فيني ديب إنه حتى لو قلت لي لا، بس مبين إنك بتحبني كتير، وعن قريب كتير رح تعترف إنك بتحبني، ورح تقلي كمان لوين أخذتها لمرت أخي. أنا متأكدة من هذا الشيء. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.